الملك محمد السادس أكد في خطابه أن فتح عدة دول شقيقة قنصليات عامة في مدينة العيون والداخلة هو اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء. وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي، فتحت عدة دول شقيقة قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية. وبموازاة على ذلك، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى، فقد بلغ عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وقد تعزز هذا التوجه باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية تشمل دون تحفظ أو استثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي.